حطيت الهناء. لا سامحني سامحني، كانت نجم تنحي صباطك وتلبس بونطوفلي عايش. لا صحيح قدار لازم سميت شيء. هو الحقيقة أنا نعتبره باش يقعد عرض حي نجموا يتبدلوا فيه برشا حاجات، أي نجموا يتبدلوا فيه الممثلين، نجموا يتبدلوا فيه برشا حاجات، لكن العرض هذا سان فورما الأقرب إلى العروض كسواء كان تمت في المهرجانات الصيفية ولا حتى في الغونتخي، خاطر ماذا بينا برشا أن يكون موجود في تونس في جهات تونس الكل، وبوركوا با زاد لبرا نشوفوه برشا توانسة حاجتهم به ويحبوا يشوفوه في العالم الكل، دونك إن شاء الله نكونوا متواجدين إن شاء الله. لا هذا سامحني انت كي تعمل عركه تشكل المركز ولا النساء ديمقراطيات مش تعمل زيد زيد فاسد. هي فكرة عزيز جبالي لأنه أنا نعتقد عزيز جبالي فنان حتى في تفكيره، حتى في ما تموش عبدك الكوميرسيال اللي يحب يمشي ديريكت مول حاجة اللي تجيب الفلوس، وكان يكون سهلة برشا بالنسبة لي هو يخدم وان من شو جديد ويدخل أكثر برشا فلوس من هذا، لكن هو مشى الاثنية فنية أكثر تعقيد لكن أكثر بليزير، وممكن حتى أكثر إفادة للمشاهد إنه يشوف كونسيبت كما هذا ممكن ماهوش متداول برشا. فأخذنا التجربة وكذلك زاد حتى زملائنا وأصدقائنا الممثلين اللي جاوا معنا أصحابنا كلهم قريب مع بعضنا تياتر وعاملين مسرحيات مع بعضنا، الكل تقبلت الفكرة وبرشا محبة وبرشا زاد إخلاص في العمل وبرشا زاد جينيروزيتي، معناتها كل واحد يعطي ما عنده، كل واحد يعطي أكثر حاجة ما عنده باش نجمنا رانا نوصلوا لهذا، دونك هذا مجهود مشترك للمجهود. تستنى معاك كليوياتي انت معلم هذا هنا. هاي سيدي هاي سيدي تفضل، مرحبا بك يا بابا. هاي التليفون محلولة. هاي اي 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 هذه رجعت للغرام نتاعي الاولاني وبديت نمثل انا قبل ما ندخل الاخراج، دونك مع التياتر، ودونك حاجه ما تنجم كان تفرحني الحقيقه، ونبدا نلوج عليهم لي مومون هذوما اللي نطلع عليهم شخصين، خاطر تنظف الوسخ اللي في مخك كله ينضاف، تطلع شخصين تعاود من جديد، تعاود ترجع الباز الصحيحه يعني، ورونكونتر افيك البوبليك راهي تقعد انيك تعوضها للتلفزه للسينما. يقدمك سيدي رحيم. اي انا سيدي نميم بن لاغا. اي وانت سيدي مصطفى بن لاغا. الله يرحمه. الله يرحمه. تربة البيت تعرف ايش يا سيدي؟ الدورة الأولى لا. الثانية لا. الثالثة عندي مين هذيك دار العيلة سيدي. ان شاء الله. وجلين يا بابا وجلين. اي بابا حميد وي. سمعت بيك عندك البيت الكريم. قلت نعم كيف ما درنا منا الله يرحمه. الله يرحمها يا بابا. ندق الباب ونسمع جواب سيدي. وي وي وي. عبد الحميد بوشناق ممثل خشين برشا، ممثل انا الحقيقه يضحكني برشا في الكوميديا كما في الدراما، ما عندكمش فكره قديش ممثل نستمتع برشا في الخدمه معاه، والاختيار ما تمش كان على الصحبه الحقيقه ولا على علاقتنا كمخرج وممثل، ليه هاك شفتوا قديش عبد الحميد موجود في الدور، قديش يلي كونسونتري، قديش يلي دون لا كومبوزيسيون، كي ترى عبد الحميد تتفاجئ بال بهذا، وشفت ممثل تري بروفيسيونيل يشاور على حاجات ساعات يضحك، نقول له عبد الحميد بالحق تشاور فيه، يقول يا خويا انت المخرج، دونك انا ظهري باش نولي اعقل شويه زاد معاه. لا مش لا شاه مش هنا واقفك كانك من مضافه نظيفه. يا باهي ستر كانك من عفيف عفيف. يا باهي كانك من رتابه مرتوبه يا باهي. الحمد لله الحمد لله. فيها ريحه هكا نتاع بخور تذكرني بزاوية سيدي البشير كزلك نتاع عزيز الغالي. يوم لطيفة السمعية من قدامة دهن الأمر جهنم دهن فرج الأمر علينا سرعة إنه هو شبع هو الله شيء خلنا اليوم كممثل وميرسي عزيز اللي عاود عطانا ان شانس باش نعاودوا نقدموا الهبال نتاعنا، خاطر سي هذاك هو الهبال، عندنا لا شانس باش نوريكم شويه هبال وتجيو تتفرجوا فينا وتصفقوا يعجبكم، فما حاجه اللي هي سور احنا نعملوا فيه بصدق ونحبوه غيرمون. شختنا اليوم الحقيقه وجه فيليسيتي عزيز على خاطر هز على ظهره مسرحيه كامله اللي هو سي با ايفيدون،
دونك يدخل تيدي راهو راهو تعب دونك يقعد يرتاح حتى دي اونيتي توس من تيدي نلبسوا بعضنا نعاونوا في بعضنا كاو عاملين جو احنا عاملين جو يعني في الحقيقه عاملين جو ياسر وكامل في حمامات مع بعضنا وصحاب ما نجموش نكونوا من الشيخين نعاودوا في حاجه نحبوها وتمنينا نعيشوا بها وانا نعيشوا بها فكره مع عند عزيز جبالي قال هات نهبوا بعضنا هات نعملوا حاجه جديده هات نفاجئوا الجمهور بحاجه ما كانش يتوقعها من حتى واحد فينا والحمد لله كي نشوفوا تويكا احنا رد افعال الجمهور في مهرجان الحمامات بعد ساعتين ونص مسرحيه طولها ساعتين ونص تويكا فرحانين برشا انه العباد بالحق ما قلقتش العباد بالعكس معناتها قعدت الاخر لحظه وهي شدها العمل وشدوها لي بيرسوناج اللي موجودين سامحني كانت نجم تلبس البنطوفل قبل ما تدخلها سامي منذ متى نلبس بنطوفل الغير يا سامي ما نحبش العرس فكرة العرس تتنرفزني يعني فهمت شنو واش بيك صبا العرس فكرة العرس انا تتنرفزني فهمت سيما اي اي خنطة يا سامي دو خنطة راني باش نموت انا راني ما نعيش كي العباد انت ضيعتش مفاتح الكرهبة بتاعك ولا مفاتح الدار ضيع انا ما نضيعهمش تلقاهم مزورين قبل ما نضيع نحلم انا باش نولي في العباد الكل نلبس مريول الخلعه نتاعي بالمقلوب تلقاه وتقول لي كيفاش هذاك بالمقلوب وتعمل لي حاله نحب نتدعخل في الدروج تشد لي قبل ما تكسر وجهي انا مش نورمال ساعات يا سي حميد نحب نخمم في حكايه فارغ اشكون يسالي عندك الحق كيفاش هو يقولوها المقصود حصل على خاطر هي مسرحيه على التعايش ويظهر لي عزيز وصابر كتبوها في دون سيت اسبري لا وقت اللي جينا باش نجمعوا الخمس حلقات في سبيكتاكل الحقيقه انا كان عندي تخوف انه يذيع المساج هذا ما ضاعش بالكل شخصيه حميد وبيان سور تبارك الله لي يمثل مليح ايتها العزه المنكوبه عين كعكس راء كرفس واقم كوقف ضابط باقم كبأس داقم كتكس فاجمع العين مع الرأى مع الوهى مع الباء مع التاء ستجدون عربانا يربون كروشا بلا حياة مجدولي كان دي في صعيب برشا ان باش نجموا الخمسه حلقات في حلقه واحده واصعب برشا انك تنقص من انك تزيد لانك تنقص قاعد تنقص في روح اللي احنا تعبنا عليها واللي احنا بذلنا عليها مجهود وزملاء كانوا معانا زادة في الاكيب اللي قدموا لهم تحيه دونك تعبنا الحق باش نجموا نوصلوا نلخصوا هذا الكل في مسرحيه واحده سعيده جدا وانا سعيد جدا بالردود الافعال والفيدباك نتاع الجمهور وشيء مشرف جدا وان شاء الله نكونوا امتعناكم كما انتم امتعتونا بالحضور نتاعكم وعاد ودار زين لقاها كيف شانتها والله يا اخي رش دقيقه ثاني رش ثاني والله كان خاطر والله كان خاطر سامح من فضلك عايز شيء مش بابا مش الدين مش يا بابا انت جيت على واحد يا بابا تفضل مرحبا بك مش الدين بك يا بابا وي
الشيخ كي ترى البوبليك الرياجي وكل ما ديما تحس ان البوبليك كنتش تعمل خير كنتش تعمل حاجة ما احسن دونك وي راضية مادام البوبليك راضية فما رضا اكيد لكن مش 100% نتاعو يعرف بالضبط كل شخصيه شنو لازم تكون هو اللي اقترح لي السلامين بعد فوز تكتيبه بيان سور نزيد حاجات من عندك وكل لكن عزيز هو المخرج يعني تاع العرش ما نجمش نخير بينات الممثلين اللي كانوا موجودين الحقيقة كل واحد عطاه من عنده ما تنجمش تنحي حتى واحد كان نسألكم وقول لكم شكون تنحيهم من العمل هذا ما تلقاوش خاطر بالحق الناس كل عندها دور مهم في المسرحية ودور بالحق فيه برشا خدمة دونك نحييهم الكل ونحيي عبد الحميد على جينيروزيتي ونحيي أصحابي الكل على جينيروزيتي ميرسي Merci.